من بعد شوية باش نهزوكم الفيست متاع واحد من أعوان الديوانة تكشف عملية سرقة بضائع المسافرين في ميناء حلق الواد. شنو صاير في برد حلق الواد؟ من بعد شوية تاخذوا الأخبار ومن بعد نهزوكم المنزل بورقيبة ولاية بنزرت. صغيرات مختلفين ومن ذوي الاحتياجات الخصوصية قاموا بمعرض يعمل الكيف، نحكي لكم عليهم بعد شوية، خليكم معنا راجعين. واحد وثلاثين ماي 1986، الوفاة لم تكن وراءها خلفيات سياسية بل هي خلفيات شخصية. دي رجل مدكوت. حادث مسترد. ودخلنا للسبيطار لقيناه مات هو غاديك، وجات مرته بعد يجي ساعة ولا ساعة ونص، قالت قتلتوا هذا من خرجت الكلمة تاعي، قتلوه. تعتيم إعلامي. يا أخي كاو بيز ودي عنده كاو. النادي الإفريقي. غياب تمشي البارك العباد تلبس. زين العابدين بن علي. قبل مدة راهو بن علي هدس فريد. هدوا بالقتل. لغز فريد مختار. الاثنين 11 جانفي. على اي اف ام احلى راديو. مع الناس في نشرة اخبار المواطنين. انت الصحافي. اطلبونا على 58 550 707. للناس الكل يقولون كيفاش نعملوا باش نتصلوا بمع الناس، نقول لكم 58 550 707. توصلوا الأخبار متاعكم، تكونوا مراسلين صحفيين يوميا لهنا باش أصواتكم توصل وأخباركم تأثر أكثر من أي وقت. شكرا لكم على ثقتكم وعلى وجودكم معنا من الاثنين للجمعة في الوقيت هذايا. كيف ما قلت لكم، الأخبار الأول في الجزء الثاني من البرنامج يحكي على فيست متاع واحد من أعوان الديوانة تكشف عملية سرقة بضائع المسافرين في ميناء حلق الواد. مجموعة بضائع يتم إرسالها بتاريخ 20 ديسمبر 2020 اللي تعدى، وصلوا لميناء حلق الواد الأسبوع الماضي. من بعد يتم تسلمهم من قبل أصحابهم، يتفطنوا أنه فما تغيير في المحتوى متاع المرسل، معناتها فما حاجات مبدل، سرقة بعض الأدباش الأخرى اللي ما فماش بالكل. واكتشفت العائلة اللي تسلمت البضاعة هذه أنه أحد الأعوان متاع الديوانة بعد قام بتغيير الأدباش، انسى الفيست متاعه بيناتهم وفيها البادج متاعه وتليفونه وأوراقه الرسمية. السرقات اللي قاعدة تتكرر أكثر من مرة في نفس المكان، المرة هذية خلفت دليل واضح لصاحب الفعلة بسبب يمكن سهو قد يورط أحد أعوان الديوانة المسؤول على هذا. احنا معانا فراس راشتي المنسق العام للوطنيين للمواطنين التونسيين بالسويد. فراس مرحبا بك وشكرا لك اللي انت موجود بحضنا في مع الناس. عسلامة. مرحبا. عسلامة تونس. عسلامة كل مستمعي إذاعة فام، وتحية لكم لكل أعلامي في إذاعة فام. شكرا لك فراس، شكرا لك اللي انت موجود بحضنا على إي فام. الحكاية معناتها تظهر، قول عليها في فيلم وفيلم كوميديا ما تضحكش، معناتها فما ناس باش تقبل حاجة من البورت نتاع حلق الواد، يجي صاحبها باش يتسلمها، ما يلقى الأمور ماهيش بالضبط كيما لازم يستلمها، يلقى دبش ناقص، وزيد على هذا يلقى فيستا نتاع واحد من أعوان الديوانة اللي تدل على الهوية نتاعو واللي هو قام بالفعل. فوالا نبدالك أنا من الأول أختي، احنا قل. كنا كيفاش نبعثوا دبش مع بعضنا، احنا كاتمات باش نبعثوا في السيارة، كنا نخافوا من ريسك انه واحد يتسرق له دبش صاحبه وتولي هناك تولي فما شك في معناتها شك في الاصدقاء نتاع واحد يقول لك بعد علينا الشك. فوالا هذه في السيارة. ولينا كي جات الشركة هذه نتاع ترونسبورت اللي بصراحة عندنا فيها ثقة، ومش مرة مش اثنين نبعثوا معاه كل شيء، لكن ديما كانت تصير فما اخلالات هذوما في اللي باجاج وكل شيء، ومش كان مع شركه واحده، مع برشا شركات. كنا ديما حاجات ما عندناش دليل من نعملوا حتى شيء. معناتها في راسك تقول لي معناتها صارت مرات ما لقيتوش حاجات، ما عندكم حتى دليل باش تشكيو؟ مرات احنا عندنا حتى عندنا بعثناه معناها الجمعيات فيهم شات ما لقيناهوش، اللي كان ماشي الجمعيه معناها التبرعات الجمعيه ما لقيناهوش. الساك معناتها شنو فيه في راس الساك اللي ما لقيتوهش؟ فيه حويجات نتاع صغار كان ماشي الجمعيه في المسير ولا سوسه اللي كروها نتاع صغيرات وكل شيء، في اغراض ما لقيناهمش. بس السفره هذه الاخرانيه كانت عندنا مواطنين من هون يبعثوا دبش، والدبش كانت عدى على يدي انا
معناها باش تبدا حاجه كونفيرميت عدت على ايدي انا باش تنفيدي للشركه. وكي روحوا لتونس الفامي هذوما مصورين شنو بعثوا لتاعهم، معناها مصورين كل قطعه فار ديتاي شنو تفسر باش يعرفوا بالضبط شنو فما في السلعه اللي جايه. فوالا كي مشات تباش للديوانه صار الكنترول صار كل شيء اخرج. من بعد دو تروا جور الدبش يمشي للمستشفى، معناها الاسكار كان في تونس العاصمه نتاع ترونسبورتير، ومن بعد نهارين ثلاثه الدبش مشى للمستير. فهمتني؟ كي حلوا العائله يفقدوا في الدبش لقاو فما بس من اللي مصورين الفامي نتاعهم في السويد ماهيش موجوده في السر، ولقاو بس اخرى قديمه كي جاو يثبتوا فيها حلوا يلقاو البيست هذيك فيها تليفون وفيها البادج نتاع الخدمه. باتش الخدمه اللي عنده بها حسب الجولات في البورت هذه في البورت هذيك. والغريب في الامر انه المهنه نتاع السيد عامل بمقهى، يعني انا نحب نستفسر عامل في مقهى باش ندخله وين يقع الكنترول نتاع الدبش نتاع الناس باش تدخل الفيست نتاعو هو في الفاليز نتاع تو. انا هاو جاي سؤالي تو انا سي فراس باش نعرفوا شنو هي الحكايه بالضبط ونتبعوها. اليوم تقول ساعات نلقاو حاجات ناقصة وكل شيء عمره ما كان عنا دليل باش نجمو نشكي، واليوم عندكم الهوية متاع شخص اللي لقيتوا لافيست متاعو في الأدباش متاعكم لقيتوا فيستا ناقصة وفيستا محطوطة قديمة وفيها أوراق وتليفون وكل شيء، اليوم شنو معناتها ناويين تمشيو تشكيو بالشخص هذايا رأسا؟ احنا ديجا نحبوا نقدموا بشكل مركز شرطة خاص بالمثيل اللي قام بكل الإجراءات وكانوا استدعوا الشخص استدعوا مع حتى الفائق الشاحنه وحكوا معهم في الوضعيه وصاحب الاوراق وصاحب التليفون قال لك انا خاطيني ودونك احنا هنا. كيفاش فسر معناتها في راس الوجود نتاع الفيست نتاعو في الحوايج نتاعكم انتم؟ هو باش الناس تقول لك بالكش فما عندهم دي سابوتاج بين بعضهم وحطوا له الفيست نتاعو. معناتها هو قال كومبلو وفما شكون يحب يتهمني معناتها. فوالا دونك احنا هوني نطالبوا الديوانة يقول لي فما دي كاميرا موجودين غاديكا اكيد نطالبوا الديوانة باش يطلعوا دي كاميرا باش يطلع حق كل واحد باش ما يتظلم حتى حد حق كل واحد يطلع. فوالا دونك ماذا بينا احنا يرجعوا للي كاميرا باش يشوفوا شكون اللي هل دبش من الباقي، خاطر هذه قاعده كل مره تتعاود كل مره تتعاود وما فماش حتى حل. يا خويا هاو جبناكم احنا دليل، انتم تحركوا جيبوا لنا حق وجيبوا حق المواطنين، احنا كمواطنين تونسيين بالسويد احراز قاعدين نجري وندافعوا على الحكايه هذه. عندنا مده واحنا نجري وندافعوا على الحكايه هذه. دونك الى متى باش توصل السرقه هذه؟ الى متى باش يقعد المواطن العايش في الخارج يدفع في دم قلبه؟ كان بعثنا في عن طريق ليكولي كل شيء تكلف لك غاليه في تونس وقت اللي انت تلقى روحك كوني ماكش شاريها برشا فلوس خلص عليها برشا فلوس في تونس. كان بعثنا على البورت وكل شيء هكا مع لي ترونسبورتور تقعنا عمليه سرقه. كيفاش باش نعملوا احنا وقت اللي احنا في وقت كورونا ربي يعافينا الناس الكل بعاد علينا ما عندناش اللي ما نجمش تعب تونس باش واحد اقل ريسك نتاع عدوى كل شيء. كي نبعثوا احنا مع لي ترونسبورتور كرمنا اللي كهرباء نتاع السرقه ماناش عارفين احنا كمواطنين بالفعل بنا طريقه باش نجموا نتواصلوا مع اهالينا في تونس. انا اخر حاجه باش نسالها لك فراس، حتى لليوم للوقت هذا اللي احنا نحكيو فيه معاك اليوم نهار الجمعه 8 جانفي في 2021 وين وصلت التحقيقات؟ السيد روح على روحه مازالوا يحقوا معاه؟ مازال البحث جاري والا ما عندكم فكره اللي سايل الدنيا كلها وفات ولا التحقيق تسكر ولا؟ لا التحقيق ما تسكرش خاطر مركز سته بالخامس كانوا طلبوا مجموعه باش يجيبوا البيت ويأكدوا اللي السيد اللي الفيست نتاعه في موجوده في الساك اللي هو خاطي. هذا دليل اللي انت خاطيك، اما التحقيقات مازال جاريه. ماذا بينا الديوانه تحل تحقيق في الحكايه هذيا وتشوف لنا الاجراءات كيفاش تمت غاديك، خاطر فما دي كاميرا والناس الكل نعرفوا اللي فما دي كاميرا، خاطر كيفاش عامل بمقهى ينجم يدخل المكان هذاك. باهي انا نحب مره اخرى الناس الكل نحبوا نفهموها الحكايه فراس، خاطر الحقيقه حكايه معناتها هاني قلت لك تجي في فيلم كوميديا ماهوش باهي برشا الحقيقه الفيلم، اما فيلم يحزن شوي. باهي انا نحب نقول لك حاجه اللي احنا اول حاجه نشكروك بارك الله فيك اللي انت موجود بحذانا اللي قدمت الشهاده هذيا، ونحب مره اخرى نقول لك اللي احنا باش نقعدوا في متابعه للموضوع، نحب كل ما يبدا فما جديد احنا باش نقعدوا نتابعوا معاك باش نشوفوا وين وصلت التحقيقات هذيا في بورت حلق الواد. الحاجه هذيا تعني هل الشخص هذيا بالذات اللي لقاو الفيست نتاعو في حوايجهم اللي خلى تليفون واللي خلى بطاقه التعريف نتاعو في راس يسال
عزوز أسأل الفيست نتاعو شنو تعمل في حوايجنا وكيفاش في بطاقة تعريف مكتوب عامل بمقهى موجود في السيركوي هذا اللي يعمل له كونترول على حوايج الداخلين. شكرا لك في راس راشد. سمحني في كلمة نلقاو في الدش نتاعو نلقاو علبة سجاير ماركة عالمية مسكرة في العلبة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفيست نتاعو. معناتها هذه تطرح أكثر من سؤال. تطرح سؤال إضافي. أنا نشكرك يا فراس، نقعدوا في متابعة للموضوع متاعك. شكرا مرة أخرى للشهادة المهمة متاعك وشكرا لكم.